متابعينا الغالين، اذا تبون تشوفون اعمال ومسلسلات حلوه باذن الله ومتميزه، الموضوع كلش سهل وبسيط. كل اللي عليكم ان انتم تشتركون في القناه وتسوون لايك وشير وفالكم الاعمال الحلوه. ايش هالكلام هاي اللي تقول يا صالح؟ ايش سالفه النداهه؟ النداهه يا ابو حمدان قصتها قصه. اذكروها لنا الاوليين ايام ما كنا احنا صغار. يعني هاي اللي تقولها خرافة؟ أبدا مو خرافة، نداها صجية، والدليل اللي حصل لخميس في البيت المهجور الله يرحمه. زين عاد خلصنا، قل لنا سالفة نداها. أنا بمشي بمشي. اصبر شوي خلينا نسمع. يقول لك الأوليين إن نداها كانت حلوة جميلة وصوتها عذب ما له مثيل. كانت تطلع في الليل في الظلام وتنادي، وبسبة صوتها الحلو كان الرياييل ينجرون لها وهم راقدين بدون ما يحسون، ولما يوصلون بيتها تذبحهم. مل 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 نداها كانت راقدة من سنين، وبسبة التبخيرة قامت، وإذا قامت النداها معناته أن كل ليلة بتختار لها واحد وبتنيشن على بيته بصقعة. ولا يهمكم، إن شاء الله الليلة بنسوي لكم تبخير بعد أكبر. فوقنا أنت ويا كشحتك، لا تسوون شيء وإحنا بخير. وش معنى ما تختار إلا الريايل؟ يا أبو حمدان الأوليين يقولون بسبة ريايلها اللي تخلى عنها صار لها كذي. وناس تقول لا، هي من انولدت تكره الريايل. يا جماعة أنا أول مرة ما أحب أسمع صوت مرة يناديني. تقصد يا صالح الحين إذا رحنا بيت خميس بنشوف صقعة على باب البيت؟ إذا كان كلامي صح بتشوفون الصقعة، والله يكون في عوننا. أنا ما أصدق هالكلام إلا إذا شفت الشيء بعيني. وأنا رايح وياك. ها ابو عتيج بتجيب عمه؟ انا لا بقعد مع صالح. يلا سم. وقف وقف، وين بتروح؟ بروح اشوف اللوي اللي يقولون عنه. انزين روح وانا بنترك هني. اتخسي بتروح وياي غصبا عنك. اقول لك قوم قوم. يلا تقول غصبا عنك، ورني شلون بتشيلني. اقول لك قوم لا تفشلني وياهم. انزين مسامحه، يلا قوم. هذا هي الصقعة؟ يعني السالفة صدق؟ صدقت حين أبو الألوة؟ إي صدقت، يعني بنموت، بنموت يا أبو حمدان. صل على النبي الله يهداك، شلون بنموت؟ شوف الصقعة طلعت صدق؟ راحت علينا، راحت علينا. هلا باللي سكنت قلب دهمان. هلا دهمان. شوي شوي. تتعشون ولا شلون؟ دهمان يقولون ان في نداهة تذبح الريايل في المدينة. اي نداهة اللي تتعشون عنها؟ واي ريايل اللي تذبحهم؟ تذكر امس يوم سمعنا المهرة تنادي خميس خميس، هذه طلعت النية. صالح يقول انها تذبح الريايل كل ليلة، وفي الليلة اللي تبي تذبح فيها الريايل تحط صاقعة على باب البيت. يا حليلك، خفت حبيبي؟ إيه انا بصراحة وايد خايف. لا تهاتي، هذا كله حكي فاضي.
بس احنا شفنا بعيوننا صقع على باب بيت خميس. فهمت، فارجو. انا بديت اخاف. لا تهاتين حبيبتي، قلت لك حكي فاضي. اي حكي فاضي؟ يقولون لك شافوا الصقع بعيونهم. انا من سمعت الصوت البارحه وقلبي مو مطمن، كنت عارفه انه بيصير شيء. لا تخافين، وبعدين النداهة مثل ما يقولون تنادي الرياييل ما تنادي النسوان. ادري، وهذا اللي مخوفني اكثر. انا خايفه عليك انت وخايفه على روحي. لا تخافين يا روحي، ما بيصير شيء. يا بقول لك، ايش فيك عفس وجهك كذي علي؟ اكيد بعفس وجهي، ليش اللي سويناه شويه؟ وانا ايش درني السالفه بتصير كذي؟ اصلا ايش درني بتوصل كذي؟ خلاص اشتغل وانت ساكت. انت بعد شغل ساكت. يبا؟ هلا يبا؟ 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 قواك الله. مو من عادتك ان تي المحل متاخر. يبا فيك شيء عسى ما شر. نسيتوا سواتكم اللي سويتوها؟ ايش دعوه يبا؟ شوف شو مسويين فيك احنا بعد. لك عين بعد تسال، انت تسكت ولا كلمه. نسيتوا اللي سويتوا في المدينه؟ مصيبه، بلوه سويتوا بلوه. يبا ترى احنا ما كنا نقصد شيء. عقب شنو؟ عقب ما خربتوا المدينه؟ عقب ما عفستوا المدينه؟ خلتوا الناس تتكلم علينا؟ فكرتوا في المدينة وهلا قبل تسوون سوادكم؟ والله اني مالي حتى وجهها طالع واحد منهم. يبا واللي سلمك واللي خليك انت بس لو خلاص اللي شفته منكم وسمعته كافي، ما ابي لساني يطق لسانكم بعد. رجع البيت، انا بشتغل بروحي. ها؟ لا يبا ما يصير، خلنا نساعدك. قلت لكم رجعوا البيت، ما ابي مساعدتكم. لا 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 لو سمحت، يعني اثنين نرجع البيت والله بس حمدون يرجع. كش حان؟ شو 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 الله مش 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 أبوي الله يهدوه بس لو يسمعنا. ما عليه، ترى بقول لك اللي سويناه مو شوي، نصها اللي صيدنا. يلا مش يلا. اسمع يا صالح، أبيك تبرز لي 3 قلال قهوة. الليل سهرة ما في رقار كلش. أنا بعد ما أبي أموت. زين سويت اللي طبخت، ولا لا قاعدين في البيت بدون طباخ كان بنموت من اليوع أو بنموت من النداهة. أنا سالفة النداهة هذه ما أخاف منها، اللي الله كاتب لي بيصير. يا ريت نسواني يسمعونك، بس هذي هم قاعدين في البيت بدون طباخ، كنا اللي نداها بتيهم أهما ما بتينا إحنا. إيه بس الفطور في القهوة قالي. لا 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 لا، ليش قالي؟ أنا بدفع حق الفطور مثل اللي أدفع حق الغداء. إيه بس الفطور يبي له شغل وايد. من صدق أنت الحين؟ أنت إيش عليك؟ ادفع يا البخيل. كذي كذي النداها بتناديك وبتموت، بتموت عنها البخيل. ساعتها ايش بتسوي في القروش؟ قل لي. ها؟ يوزو يوزو عن الريال، خلي يكمل فطوره اللي فينا كافينا يا جماعه. صالح تراني مو بدافع لك اكثر من اللي ادفع لك حق الغداء. لا تحاتي لا تحاتي يا ابو عتيج. فطوركم اليوم كله على حساب القهوه. يا سلام. هذا الخبر الزين، هذا الخبر اللي يفتح الشهيه. الحين على الاقل الواحد اذا بيموت يموت وهو مستانس. بسم الله. بل 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 بل، هاي أكل القهوة اللي ذبحونا عليه الله يزيد النعمة. إيش درونا فيهم؟ بناكل في القهوة، بناكل في القهوة، وآخر شيء هاللون. حبيبتي الريايل ما يعجبهم العجب،
يهدون الأكل الزين أكل البيت ويروحون حق هالأكل. حتى بهار عدل ما في، ما صخ ما في طعم كلش. إن شاء الله كل يوم هاي حالتنا ناكل من القهوة. لا يا حبيبتي، أنا عن نفسي من باكر بطبخ، لا بفتكر في اليانانوة ولا بفتكر في النداهة، واللي يصير يصير. ويمه شوي والنداهة تنادي أبوي. أحسن كان زين بعد تاخذش أنت معاهم بعد. لا والله، أصلا النداهة ما تنادي النسوان. النداهة قصتها غريبة عجيبة، إيش معنى الريايل؟ لأن كل البلاوي من تحت روسهم، شوف إيش مسويين. أنا اللي عارفة إن النداهة مرة عادية، بس قبل 1000 سنة خانها رايلها وذبحته وماتت وراه، وصارت تنادي الريايل وتنتقم منهم. بل 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 بل، إذا كذي يستاهلون. أي يستاهلون، الله يهديك، ريايلنا ترى ما لهم شغال. لولا سواياهم كان ما صارت سالفة النداهة. بدل هالكلام حبيبتي قولي إن شاء الله الليلة تمر على خير ويحافظ عيالنا وريايلنا من شر هالنداهة. آمين. يا جماعة، أنا أقول دم هذه سالفة النداهة، إحنا المفروض ما نركض خير شر. صح، كذي بنسلم على أمرنا. شلون؟ بس ذات النودة. لا لا لا، ما في نودة ما نودة، لا لازم تخلي عيونك كلها بققة. شوف نفس عيون حمدونو كذي، خلا علانة عيني كذي. يا حمدونو هذا الصج عيونك أنت كذي. بقول لك أنت يا المينون، شلون نبقق عيوننا كذي؟ لمتى بنتم كذي مبققين عيوننا؟ عاد والله ما يندرى، يمكن أيام يمكن شهور يمكن سنين، ترى ما حد يدري. كشانو يوزعانهم ولا تقعد تخرقهم؟ يا شوفون ايش قايل لهم، زمنيني خايف عليهم. يا عاد ما تقول لهم ما بترقدون سنة وشهر، شذي بتخليهم يتعبون. بقول لك ترى ذي الحل الوحيد، انت عندك حل ثاني؟ لا بس عيال بلال بلال. هلا عمي. شيل نصحون ان شاء الله. حللوني حللوني، اذا ياتني الليلة من الداهة. وانا بعد يا جماعة الخير من صوبي انا محللكم ومسامحكم، بس انتوا حللوني وسامحوني بعد. اقول صالح، ترى اذا انا ما دفعت لك قول لي ذكرني، او بعد في يوم قصصتك او زعلتك بعد قول لي. وانا بعد ترى ساعات يفلت لساني، بس ما اقصد. محللين محللين ومسامحين. وين الدلال اللي وصيتك عليهم يا صالح؟ بلال. هلا عمي. نزل دلال القهوة اللي حق الريايل. حللني حللني يا عمي، إذا نسيت أحط القهوة على النار. مو محلل مو محلل مو محلل. سمعوني عدل، الليلة ما أدري النداهة بتنادي من المدينة، يمكن يكون دهمان، عشان كذي أبيكم تبطلون عيونكم وتحرسون القصر وما تخلون دهمان يطلع من عند الباب. أنت أبيك تحرس باب القصر من برا ولا تتحرك من مكانك، وما تسمح حق أي أحد يدخل أو يطلع من القصر. علقم مدلقم، أبيكم تحرسون باب القصر من الداخل وتبطلون عيونكم عدل. وانت أبيك تحرس باب غرفتنا، فهمتوا؟ تم. يلا تحركوا. قالت تحركوا، ممكن أعرف ليش ليهن واقفين؟ يصير نجيب لنا قهوة من القهوة؟ أخاف نرقد أو تقطعين. ممكن تقولون لي من شنو خايفين؟ شي بس انتو اللي خايفين. هلقم أكيد أنت دازة علشان تتلعب. أنا ما قلت له شي. هاي الفرج شو شغلكم؟ ارتحتي الحين؟ لا تحاطين، أنت سويتي اللي عليك وأكثر. بنتي الولوة تعالي.
اخذي الحماره وايد تعبانه، خليها ترقد. ها مصبحك يبه؟ اي نعم. بلولوة توك ياي تاخرت؟ الليله ما في رقاد. زين انا بسهر وتسهرون معاي، لا ترقدون. زين تفضل تعال حيك. اقول بلولوة انا سمعت ان ندوها تنادي الريايل الخونة بس واللي عندهم سوالف وخرابيط. ايش تقصدين؟ انا ما اقصد شيء، انا اقصد اذا عندك سوالف مني والله منك قولها من الحين. انت القاعدة معاك تقصر العمر، وانا ما ابغي اضيع اخر ليلة من عمري. اروح اجاب الحمارتي ابركلي. ها تعالي يا معتيج، تعالي تعالي حبيبتي، أبغيك في موضوع. إيش فيك؟ أنت تدرين أن أنا صار لي سنين أشتغل وأكد ويجمع فيها القروش، وأنت تعرفين أجمعهم حق من. عافية نظر عيني بدون ما تقول لي. أنا عندي جرة متروس قروش خشها تحت السرير. أعرف. وعندي جرة خشها تحت الدري. عندك جرة تحت الدري؟ وتحت الدياي بعد عندك جرة تحت الدياي؟ لا، تحت الدياي جرتين. لا تحات يا نظر عيني ولا تفاول على روحك، هاي قروشك انت اللي مجمعهم وانت لك حق انك تستانس فيهم. بس ما ترينا معتيج، يمكن الليله تيني نداها وهالقروش. لا تكمل، ابيش تاخذينهم كلهم وتودينهم حق امي المسكينه. شنها؟ اقول لك ابيش تاخذين الجرات كلهم اللي فيهم القروش وتودينهم حق امي. قروشك. ايش في زعلتني يا معتيج؟ يا معتيج تعالي سولفي وياي، اخاف تغط عيني. قول حق امك اجي سولف وياك. يا ولد عدل، ها لا تهد، تعرف شنو بيصير؟ اي ادري ادري. زين ايش رايك؟ عين نيودها وعين نخليها راقده. اي خوش فكره، بس عاد بقول لك انت تجرب اول. تمام تمام. الله، صدق احس اني راقد وفي نفس الوقت احس اني قاعد. قب يا ايش لابك كذي انت؟ علشان لا ترقد مره ثانيه. تهجى كذي يعني؟ ايه صج خاروف، شلا تطيق؟ احتياطي يا تيز عشان لا تجيك النودة. ايش فيه مات؟ ها؟
باقي. ايش صار؟ تسألنا احنا ايش صار؟ انت قول لنا ايش صار؟ جاتني بأربعة على راسي والظاهر اغمى علي. زين عقب ايش صار؟ يعني طراق وقعدني. فيك فيك شنو ذي؟ شنو ذي؟ تدرين ان عيونك الحلوه ما يلوق عليها الحزن؟ شو اللي مضايقك؟ يعني كل اللي قاعد يصير في المدينه تسالني شو اللي مضايقك؟ اخ بس اخ اخ بس لو نداها كانت ادميه كان قصيت راسها ويبتلي عندك. بس تكلموا مثل الأوادم علشان أفهم عليكم. أنا بتكلم قبل، أنا بتكلم. حصلنا الصقعة على باب القصر. بس خوفتونا على ولا شيء؟ صج ما عندكم سالفة. أقول لك الصقعة على الباب. دريت، فهمت. امشوا. يا ما تسمعون؟ ذلفوا! لا تحاطين، لا تحاطين حبيبتي، لا تحاطين. انت ايش قاعد تقول؟ دهمان خلاص لهني وبس. انا ما اقدر اتحمل اكثر من كذي. سنحن شنو صار؟ دهمان؟ ادري، ادري ان في صقعه على باب القصر. بس دي ما يعني انها تبغيني انا. ليكون تبيني انا ولا تبي الخرفان اللي عندك؟ لا تخافين، الخرفان على قولتك بيحرسون باب القصر عدل. ما يكفي، لازم نطلع من المدينه الحين وبسرعه. انسي، مستحيل اطلع من المدينه. دهمان، انا ما تعودت انك ترفض لي طلب. سيرين، انا كل دي اللي سويته علشانك. وانا ما ابي كل ذي. انا ما ابي اصير ملكه، ما ابي قصر، ما ابي المدينه. انا ابي اكون معاك. انا يوم طلعت من العالم اللي كنت عايشه فيه وجيت عالمكم جيت عشانك، عشان اكون معاك. كل هالمدينه باللي فيها ما تسوى شيء وانا مو معاك. ايه بس ارجوك عشاني. إن شاء الله إن شاء الله بخبر الصبيان يجهزون كل شيء علشان نرجع البانوش. فيك واقف؟ كسر حسك، ما قلت لك ما بحد يعرف ان احنا بنطلع. يا انت ايش فيك؟ انا مصدق روحك على بالك صج. انا ايش قلت لك؟ قلت لك كسر حسك ويلا مشي بسرعه. ايش وراكم؟ بنطلع. ما كفاكم اللي سويتوه؟ ها؟ لا لا يبا انت فاهم الموضوع غلط. احنا بنطلع علشان نأمن مداخل ومخارج المدينة. يبا واي واحد بتنودين ندوها بنياوده ما بنخليه يطلع. زين تدرون خذوني معاكم بس بخبر امكم عشان ما تحاطيني. لا 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 يبا انت ريح في البيت، احنا اللي بنقوم بهالمهمة. مثل ما سوينا البلوة احنا بنحلها. اوه حمد الله نسيت اغراض المهمة، بروح اجيب امي. يلا. زين يا ولدي سامحني انا غلط عليك. لا لا يبا انت سامحنا على اللي سويناه، احنا تهورنا وزودناها وايد. ترى الانسان يغلط ولازم يتعلم من اخطائه، ويمكن بعد يغلط بس يصحح اخطائه. وهذا انت الحين بتروح تحمي اهل المدينه. هي الحمد لله يبا الحمد لله.
ما توقعت أني أترك هالمكان بسهولة. دهمان، أنا ما تهمني القصور ولا كنوز الدنيا كلها، اللي يهمني أنتو بس. أنا لو علي أرضى أن الداهة تأخذني، أرضى أن أروح في 60 داهية علشانك. وأنا ما أرضى، أنت عطيتني الدنيا هذه بكل اللي فيها، مستحيل أخليك تروح مني، مستحيل أخليك تضحي عشاني. دهمان، يمعنا كل الأغراض والبانوش جاهز. زين عيل، تعالوا وشيلوا الباقي ذيك اللي ودوهم. يعني احنا خلاص بنرجع البحر وبنرجع حق هالخضرة المتلتلة؟ لا تخاف، ميرت لنا في صندوق. قصدك اللي كان في الصندوق؟ شنو؟ اوه، من الخوف يا تكلت كله. وانت كله كذي؟ لحظة، شنو هالصوت؟ دهمان لا تحمل صدق، خفتي ما عرفتي ان ذيك شحنه. ما عليكم مني انتوا، الحين هو اللي خرعني. زين سمعوني، اهم شيء قدرتوا تقصون على النهابه، صدقوكم نجحت الخطه. سكتي، اقول لك خطتنا نجحت. زين تشوفوني وياهم، بقول لك مو بس النهابه اللي صدقوا السالفه، حتى عيال المدينه صدقوا سالفه النداهه. صدق؟ زين دشوا دشوا. يلا 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 يلا. يما يبا، خير يا بنتي؟ ايش صاير؟ تعالوا لحقوا، حمدان طرد النهابه. وكيش حال بعد؟ صج والله، كفو عليكم يا عيال، كفو والله. انتم متاكدين ان طلعوا كلهم خلاص؟ اي شفناهم ما يطلعون من القصر. اقول لك يركضون مراكض مولاتي، دبيش 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 عدل. يعني بصراحه انا ما توقعت يطلعون بهالسرعه. حياكم حياكم، استريحوا استريحوا. انا عن نفسي كنت متوقعه، لأن خوف سرين على رايلها دهمان مو طبيعي، وحتى دهمان ما يرد طلب حق مرته سرين، وأكبر دليل يوم طلبت لنيوم يابهم. صح كلامش بالضبط. سمعت، ما يرد لها ولا طلب. ليش أنت قد مرة طلبت من عندي شيء وأنا رديتك؟ لا بس قصدي حق المستقبل. الحمد لله دام النهاب طلعوا من الديرة، عيل بشروا بالعز. إن شاء الله الديرة بترجع مثل قبل وأحسن. إيه بس عمي، إحنا إيش بنقول حق أهل المدينة مساكين؟ ترى كلهم مصدقين سالفة النداهة. بقول لك طلعوني من السالفة، ترى أهل المدينة إذا عرفوا إن اللي مسويينه خطة بينحروني. تعرف شنو يعني بينحروني؟ لا تحاتون، أهل المدينة يعرفون عيالها، أصلاً فرحتهم أكبر من زعلهم، خصوصاً إذا دروا أن الوالي نعمان بيرجع مكانه بفضلكم. بس إن شاء الله إحنا باكر الصبح راجعين القصر. إن شاء الله مولاتي على خير. يلا كشحان خلنا نمشي. وين أصبرتوا الناس؟ شنو وين أصبر؟ باكر من الصبح عندنا شغل في مدينة الزعفران. أصبر أقول لك، يمكن حطون سحور، خاطري في محلبية كنت قاعد فشلنا سحر في البيت. يلا مع السلامة، إحنا نستأذن. حياكم الله. مع السلامة. حياكم الله يا عيالي. على إذنك يبا. اسكتي بس اسكتي بس اسكت. حمدان صرت تبقى شوي؟ حمدانو انا بروح البيت، اخاف ياذن وانا ما تسحرت. قولي. لا بس ما بقول شيء. يا حتى وش كنتي بتقولين شيء؟ بس تدرين شلون؟ احسن لو ما بتقولين شيء انا بمشي الحين. لحظه حمدان،
تذكرت. تحمل بروحك. انتي بعد تحملي في روحي اللي هي عندك. ليلى خفي من هالسوالف اللي عند الباب. خلاص حمدان بس روح. يلا مع السلامة. مع السلامة. رجل شجاع مغوار، والله ما أدري شو أقول وش أخلي، لكن لعب معي خوش لعبة. أهنيك. خل عندك جابر الحين وتشوف مين يعنى. هذا مو برفيجك خميس؟ هذا هو البيت المسكون اللي يقولون عنه. فيك واقف حضرتك ما بدش؟ لا انا واحد اخاف على روحي. انا ابغي اعرف انت لمت بتم جبان؟ انا مو بجبان بس بعد ما يصير شبابي يضيع. مش قدامي 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 ان شاء الله. المكان يخرع. امشي امشي.
هذه خميس. هي الجثة ها؟ جابر يا النذل يا النذل! حمدان سامحني يا حمدان، طقوني طق عشان بس اعترف. هدوني هدوني صج نذل! لا حبيبي لا عيب عيب، واحد كذاب مثلك كذب على مدينة بكبرها يستخدم هالألفاظ. أنا مو كذاب، أنا مو كذاب، أنا سويت كل ذي علشان أدافع عن مدينتي. تعرف اللي يحط راسه وراس دهمان شي يصير فيه؟ يا ويله ويا سوات ليله. ان شاء الله الحلقه عجبتكم، كل نبي منكم شيء بسيط، لايك وشير وسبسكرايب. We'll be right back.